حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر تلفزيون المجلس وعبر برنامجكم إسراي في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10، ومثل ما عودناكم في برنامج إسراي بكل تأكيد نستضيف أحد الشخصيات الكويتية المضيئة التي كان لها إسهامات كبيرة في خدمة دولة الكويت، ويمكن ضيفي لهذه الليلة جدا ضيف مميز ومن الأشخاص الوطنيين الذين خدموا دولة الكويت على مدى 40 سنة في المجال العسكري. ورحب بضيفي الكريم اللواء ركن طيار متقاعد وقائد القوة الجوية الأسبق اللواء صابر محمد السويدان أبو هشام، حياك الله معنا في تلفزيون المجلس وفي برنامج إسراي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا للدعوة الكريمة استضافتي في هذا البرنامج، وإن شاء الله أحاول أعطيكم اللي تبونه كله بإذن الله. وأنا متأكد بعد الله عز وجل بتكون حلقة جدا مميزة ومشوقة لما فيها من التاريخ الحافل لأبو هشام في العمل العسكري، ويمكن إحنا اليوم راح نحلق معاك وراح نطير، بما أنك طيار إحنا راح نطير معاك إن شاء الله في هذا الأفق وهذا التاريخ أبو هشام. يعني بداية أبو هشام، تذكر دروازة العبد الرزاق اللي شهدت مولدك؟ والله يسوف أنا طبعا مواليد منطقة الشرق، ومن دروازة عبد الرزاق تقع في منطقة الشرق، أنا شرقاويين بالتسمية، طبعا أنا ولدت هناك لكن ما ظليت مدة طويلة، لأن طبعا كنا إحنا في فترة التثمين، وعلى هذا الأساس تم تثمين بيتنا لما كان عمري تقريبا 9 10 سنوات، فانتقلت من منطقة الدروازة لما كان عمري 9 سنوات 10 سنوات. 10 سنوات، يعني إلى أي مدى تشكلت شخصيتك في ثانوية الشويخ أبو هشام؟ ثانوية الشويخ طبعا في ذاك الوقت كان فيها نظام غريب، وكان نظام جديد على الكويت اللي هو نظام داخلي، كنا طبعا نقيم في السكن الداخلي في ثانوية الشويخ لمدة 6 أيام بالأسبوع، ونقادر يوم الخميس العصر ونرجع للجمعة العصر. فهذا تجربة جديدة أنك أنت في سن المراهقة في أولى ثانوي تبتعد عن أسرتك، تعيش في بركس مع تقريبا 20 شخص كل بركس، تأكل في مطعم مع مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من اللي موجودين وياك في البركس. هاي طبعا تجربة جديدة لشاب، غربة مصغرة، شيء من هالنوع تقريبا، غربة مصغرة لشاب مراهق توه في بداية حياته حياة المراهقة، لكن كانت تجربة مفيدة جدا لأن أعطتنا الاعتماد على النفس، أنك أنت خلال 6 أيام بالأسبوع معتمد على نفسك، سواء كان ملابسك سواء قسيلك سواء أكلك، يعني هذه كلها تجربة فريدة. أيضا لاحظ أن هناك أحداث سياسية كثيرة حدثت في الفترة اللي أنا كنت فيها موجود، مثلا إحنا عصرنا زيارة جميلة أبو حيرت لما جاءت الكويت، وكانت مناضلة جزائرية بذاك الوقت. ايضا كان معظم الرؤساء عندما كانوا ياتون لاستاد ثانوي الشويخ، لانه كان الاستاد الوحيد في ذاك الوقت، فمثلا عاصرنا زياره بورقيبه لما جاء الكويت مثلا، فهذه احداث سياسيه يعني احنا عاصرناها وشفناها، وطبعا في ذاك الوقت في السن هذا من النوع كان طبعا نفعت في انه بنت فينا نوع من انواع الوطنيه وانواع حب القومية والشغلات من النوع. هل من يعني أصدقاء موجودين أثناء دراستك في ثانوية الشويخ وتتذكرهم لغاية الآن؟ والله شوف، بالنسبة للأصدقاء لدي الأصدقاء كثيرين، لأن إحنا كنا طبعاً 4 سنوات، أنا قضيت 4 سنوات في ثانوية الشويخ، ولدي الكثير من الأصدقاء معظمهم الآن تقاعدوا، لأن طبعاً في سني أنا كلهم متقاعدين، اللي كان في وزارة الداخلية، اللي كان في الطبيب، يعني واحد من أشهر الناس اللي أذكرهم وكان معانا المرحوم عبد الرحمن سميط، الدكتور عبد الرحمن سميط، هذا الرجل يعني نشهد له إحنا من ذيك الأيام أن رجل كان إنسان فاضل، وكان دائما يحاول أن يخدم، وبالفعل لما تخرج وصار طبيب وشفنا شنو سوى بعد تخرجه. أيضا كان عندنا ناس من الأسرة الحاكمة كانوا ويانا موجودين، كانوا ويانا ناس دكاترة مهندسين طباط في الداخلية في الدفاع، طيارين في الكويتية، هذول كلهم يعني كانوا مجموعة، على الرغم أن احنا في ذاك الوقت كان عدد الكويتيين أقل من ما كان موجود الحين، يعني عدد الطلبة الكويتيين كان أقل، لكن أيضا يعني كانت فرصة لنا أن نتعرف على طلبة اللي جونا من شمال أفريقيا، كانوا يعني طلبة جزائريين توانسة مغاربة، يعني عندنا 27 جنسية كانت موجودة في ثانوية الشويخ، صارت فرصة بالنسبة لنا نتعرف على ثقافات جديدة. بس كان عدد الطلبة الكويتيين أقل طلبة. نعم، كان يعني كان كل مثلاً كمثال في الفصل إذا كان في 24 كان عدد الطلبة الكويتيين ما يتعدى 12. يعني أبو هشام، يعني كنت شغوف بعالم الطيران منذ
الصغر، يعني هل كان الشغف هذا موجود يعني حتى في ايام دراستك اللي في ثانوي تشويق كنت يعني في حاط في بالك انك تكون طيار وان تدخل هذا المجال، المجال العسكري او لا؟ الواقع الشغف بالطيران بدا قبل ثانوي تشويق. قبل ثانوي تشويق؟ قبل ثانوي تشويق، انا كنت في المتوسطه، كنت في المتوسطه وكان رغبتي اني اكون طيار عسكري، ما كنت طيار مدني، كان طيار مقاتل عسكري. فهي الرغبه بدات اساسا في المتوسطه ونمت وياي في الثانويه. ايش اللي نماها؟ كنت متابع جيد لبعض الافلام الاجنبيه؟ نعم، يعني اتذكر انا واحد من الافلام اللي اثرت عليه وايد كان فيلم امريكي اسمه 12 كلوك هاي. هذا فيلم عن قائد سرب في الولايات المتحده الامريكيه اثناء الحرب العالميه الثانيه، والاحداث اللي تصير له في القياده، في كيف يدير الطيارين، في كيف ياخذون الطائرات الى قتال في داخل المانيا. هذه كلها اشياء يعني كانت يعني في هذا الفيلم واحده من اهم الافلام اللي اثرت فيني في المتوسطه لما شفته وعدت مره ثانيه بالثانويه. ليش هالفيلم بالذات؟ يعني انت كنت شغوف وكنت تتابع افلام كثيره في يعني هذا المجال، في مجال الطيران ومجال القتال. ليش هالفيلم بالذات يعني؟ هذا الفيلم اول شيء في اسلوب قياده، يعني كان في اسلوب قياده لقائد سرب كيف يقود مجموعه من الطيارين خلال حاله الحرب، معظمهم بعيدين عن اسرهم، يحاولون احتمال ما يرجعون في اي رحله يروحون فيها يضربون المانيا يقصفون احتمال ما يرجعون. فهذه كلها طبعا اشياء خلت الواحد تركز في ذهنه شلون ممكن يقود ناس، لان فادتني متى؟ فادتني بعدين لما صرت قائد، انا لما صرت قائد سرب، لما صرت قائد جناح، لما صرت استحضرت الفيلم جوية. استحضرت الفيلم وفادني ايضا في شلون تصرفه، تصرف هو كقائد سرب وكقائد جناح. يعني سفرك الى امريكا حسب كلامك كان نقطة تحول في حياة صابر السويدان، ودنا نتكلم على نقطة تحول هذه أبو هشام. في منتصف سبعينيات القرن الماضي طبعا القوة الجوية الكويتية حصلت على مجموعة من الطائرات الأمريكية، طائرة سكاي هوك، وكان هذا يتطلب أن احنا نتدرب في أمريكا، وأنا في نفس الوقت كان مرشح ليكون مدرب طيار. فبالفعل ذهبت إلى أمريكا في عام 1976 واستمريت هناك لمدة 3 سنوات ونص تقريبا، سواء كنت أول شيء مدرب طيار، بعدين بدأت أطير على طائرات سكاي هوك، ثم كنت مسؤول عن تدريب الطيارين. أمريكا في ذاك الوقت يعني بالنسبة لنا كانت عالم ثاني نشوفه فقط في المسلسلات الأمريكية، لكن لما ركبنا الطيارة قدرنا لندن أتذكر إلى واشنطن، اكتشفنا أن أمريكا تختلف تماما عن أوروبا. أمريكا عالم ثاني، أمريكا رغم أنها بسيطة في أشياء معينة لكنها متقدمة جدا في مجالات كثيرة، وخصوصا في الطيران. يعني في الطيران كانت تطلع، كانت ذاك الوقت توها طالعة من حرب فيتنام، كانت هناك تجربة طيران رهيبة تم يعني تكوينها في فيتنام. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تحويلها إلى أسلوب عمل جديد في القوى الجوية، وأنا استفدت منها لأن احنا كنا في بداية هذا الأسلوب اللي بدينا فيه. يعني أمريكا عالم آخر، أمريكا متقدمة على أوروبا في الكثير من الأشياء، أمريكا فيها أشياء مو موجودة في أوروبا. هذا السبب اللي أنا أثرت عليه. يعني هل كان ذهابك لأمريكا خياراً أم لزاماً أبو هشام؟ لا، هي ما تقول لزاماً ولا خياراً، لأن احنا أساساً أقصد يعني كان متاح لأوروبا مثلاً وما رحت أو اخترت أمريكا، ولا كان يعني الدورة أنا كانت بي أي أنا بأمريكا. أساساً رشحت لطائرات سكاي هوك لأن احنا اشترينا نظامين، نظام فرنسي ونظام أمريكي. في مجموعة من الطيارين رشحوا لطائرات الميراج وراحوا إلى فرنسا، ومجموعة من الطيارين اللي أنا من ضمنهم رشحت لطائرات سكاي هوك، فعلى هذا الأساس رحت أمريكا. لكن قبل ذلك كنت مرشح أني أكون مدرب طيار، فرحت أمريكا كمدرب طيار، وبعد مدرب طيار رحت حق طائرة سكاي. يعني أبو هشام بديت خدمتك العسكرية طيار مقاتل في الجيش الكويتي، وأنهيت آمر لي القوة الجوية. يعني هذه الرحلة التي امتدت على مدى 40 سنة في هذه المهنة طيار مقاتل، ودنا نتكلم أكيد يعني واجهتك بعض الأمور، بعض الصعوبات، بعض المواقف يعني الطريفة، بعض المواقف الصعبة، ودنا نتكلم عنها. الواقع في ممكن أبدأ لك في المواقف الصعبة. المواقف الصعبة كطيار وكقائد وكمسؤول سواء كنت في السرب أو في الجناح أو في القاعدة، هو عندما يستشهد أحد الطيارين. يعني من الصعب جدا أول شيء تشوف زميل كان الصبح معك وفجأة يختفي يستشهد، هذه نقطة صعبة جدا. أيضا الصعوبة أنك أنت تروح حق أهله وتبلغهم أنك أنت أنا آسف ولدكم استشهد في حادث طائرة. صارت معك؟ صارت معي وصارت مع صديق عزيز علي للغاية، يعني كان صديقي الشخصي. أنا كنت طبعا في أتذكر سنة 79
كان المرحوم يعقوب الماجد كان صديقي الشخصي، وكان عندهم طيران ليلي يتذكر، وأنا كنت موجود في، ما كنت في سربهم، هم سرب الميراج وإحنا سرب سكاي هوك، فكانوا هم يطيرون بالليل، كان عندهم طيران ليلي وأنا كنت نايم. فيعني أتذكر يعني تليفون الساعة 5 الصبح تعال، من تليفون تعال عرفت إنه في شيء بس ما توقعت إنه يعقوب يعني. فرحت، لما رحت هناك أول ما قال لي، طبعا عرفوا إنه صديقي الشخصي، هني بالكويت ولا برا؟ لا هني بالكويت، طار كان يطير على طائرات الميراج. فقالوا لي ترى يعقوب استشهد في حادث طائرة قبل حوالي ساعة. فطبعا أول شيء كان صدمة بالنسبة لي، لأنه كان صديقي العزيز وكان يعني ويانا قبلها بحوالي ساعات بالليل، كنا متعشين مع بعض. فالصعوبة الأخرى أو الصعوبة الكبيرة إن شلون أروح حق أهله وتبلغ، اللي يعرفوني إني أنا صديقه، وأبلغ والده وأبلغ والدته إن آسف والله استشهد. يعني هذه يمكن أحد الأشياء الصعبة للغاية اللي تمر في حياتك كطيار، كصديق، وأحيانا كمسؤول. صحيح. يعني أنت كمسؤول أحيانا أيضا مطلوب منك أنك تروح حق أسرة معينة وتبلغهم مثلا أن والله استشهاد أحد الطيارين. هذا موقف صعب. موقف الطريق حدث لي، أنا كنت طالب طيار توني أتدرب طائرات الهوكر هنتر. هذا الكلام تقريبا في ديسمبر 1968، يعني كان تقريبا قبل 80 سنة، عفوا قبل 50 سنة. فاللي حصل أنه كان عندي عطل هيدروليكي في الطيارة، واحد العجلات ما نزلت. فطبعا حاولت أنا، وطبعا نتيجة خبرتي القليلة في ذاك الوقت، أنا كنت طالب يعني لسه توي أتعلم على الطيران، صغير في السن وصغير في الخبرة، ما عرفت أتعامل مع هذا الحادث يعني بحرفنة طيار محترف. فاضطريت أن نزل الطيارة هبوط اضطراري. هبوط اضطراري انك انت تنزل على ويلين، العجله اليسرى والعجله الاماميه بدون العجله اليمنى. فبالفعل نزلنا، كان في مطار الكويت الدولي، فنزلنا، نزلت فيها الطياره، طلعت من الممر، طلعت من الممر وكان في حفره كبيره، يعني كان انا رايح صوب الحفره، هاي الحفره كان يوضع فيها ماي اثناء المطر عشان انه يفرقون الماي من هذا، وانا كنت رايح حق الحفره ومتوقع انه راح ادخل في الحفره، لكن اللي حصل الله سبحانه وتعالى يعني أنقذني، إن الطيارة قبل الحفرة لفت. لكن الشيء الطريف إني أنا طبعًا تعديت مرحلة الصدمة، لأن مهما كان أي طيار في هذه المرحلة في مرحلة صدمة. فبالفعل تعديت مرحلة الصدمة بعد حوالي دقائق لما وصلوا المطافي. فلما وصلوا المطافي أنا طبعًا رعست على الكنبي اللي هي الزجاجية تغطي الطيار، طيرتها عشان إني أنا أطلع. لما طلعت كان في رئيس واحد من رؤساء المطافي موجود، جاي يركض ويقول حق جماعته غطوا وجهه عشان لا يخترع. انا هني قاعد اضحك، يعني انا الحين اوريدي موجود بالطياره والحادث صار، تعديت مرحله الصدمه وادري ان انا يعني بطلع، وهذا الاخ يبي مصر انه يغطي وجهي. وتفاجأ بعد يمكن ردت فعلك. اي يعني كان اول حادث هذا وقع في مطار الكويت اللي هي طائرات عسكريه. فهو طبعا انا كنت اضحك، يعني من كثر هذا كنت اضحك، لان انا الصدمه خلاص عديتها، ترى عديتها بعد شلون تغطوا وجهها عشان انه لا يخترع. هذا هم موقف طريف حصل لي 68. اكيد متواصلين معكم هشام ومتواصلين معكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل هذا الحديث الشيق والممتع مع اللواء صابر السويدان ابو هشام، فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامج إسراي، وأجدد ترحب لكل من انضم إلى تلفزيون المجلس ومتابعة برنامجنا، وترحب موصولة بكل تأكيد إلى ضيفي الكريم اللواء ركن طيار متقاعد وقائد القوة الجوية الأسبق اللواء صابر محمد السويدان أبو هشام، حياك الله معنا مرة ثانية. ونستكمل هذا الحوار شيق، وأتكلم عن حقبة جدا مهمة في تاريخ دولة الكويت، وهي 2/8 والغزو العراقي لدولة الكويت، والذي صادف يوم إجازة. ودنا نتكلم كيف تلقيت هذا الخبر وشنو الإجراء اللي تم بعدها أبو هشام. أنا أود أرجع بالتاريخ إلى 1/8. 1/8 طبعا الأول من أغسطس 1990، إحنا كنا مجتمعين أتذكر الساعة 4 العصر في قيادة القوة الجوية. أنا ذاك الوقت كنت قائد قاعدة علي السالم الجوية، فكان مجتمعين في مكتب أمر القوى الجوية المرحوم اللواء داود الغانم، مجموعة من ضباط القيادات كلها قيادات القوى الجوية، كنا نناقش الوضع وكنا نشوف إن في تطورات في الوضع، وطلبنا تدخير الطائرات. فقيل لنا يعني حرفيا أن الشيخ سعد رحمه الله موجود في جدة،
حاليا قاعد يتفاوض مع العراقيين. كان يوم الاربعاء. كان يوم الاربعاء انا كان احنا الساعه 4 العصر، فكان موجود في جده، ويجب عدم يعني استباق الاحداث لانه راح يرجع، وفي احتمال انه مثل ما سمعنا انه في اجتماع اخر راح يعقد في بغداد الاسبوع القادم، ويجب عدم استفزاز العراقيين والانتظار الى ان يرجع الشيخ سعد. هذا الكلام الساعه 4. طبعا احنا قدرنا 4:30 قيادات القوى الجويه، انا جيت البيت وأتذكر أنه كان حتى كان رايح ألعب سكواش في نادي القادسية. بعدين تقريباً لما رجعت جاني تليفون، يعني تليفون تقريباً الساعة 10 بالليل، قال أن الوضع بدأ يتطور إلى الأسوأ والآن قادر إلى القاعدة. طبعاً بدأوا يتقدمون يعني. إيه، لأن كان في قوات عراقية بدأت تأخذ تحتل بعض المواقع الحدودية الكويتية تقريباً قبل منتصف الليل. أنا وصلت القاعدة تقريباً الساعة 11، لأن الطريق كان طويل مني لمن قاعدة علي السالم تقريباً ساعة إلا ربع. لما وصلنا بدينا في استدعاء الطيارين واستدعاء المهندسين، وخصوصاً أن ذاك الوقت كان إجازة، كان يوم الخميس والجمعة إجازة، والناس طالعة الأربعاء الظهر على أساس أنه ما في شيء، وكان أيضاً مجموعة كبيرة من الضباط والطيارين والمهندسين موجودين في إجازات سنوية. لكن طبعاً بدينا نادي الطيارين، بدينا نادي المهندسين، وبدينا نستدعي الكثير من الأطقم. تقريبا على الساعة 2:30 بالليل يوم 2/8، الساعة 2:30 بالليل جاتنا برقية من القيادة أن رفعت الحالة إلى الحالة رقم 1. الحالة رقم 1 في الجيش الكويتي هي أقصى حالات الاستعداد العملياتي، وهي تدخل إلى حالة الحرب. بالفعل إحنا كنا موجودين، وتقريبا الساعة 3:30 صباح يوم 2/8 يعني أنا كنت موجود في مركز عمليات قاعدة علي السالم الجوية الموجود تحت الأرض. فيانا اتصال من مركز عمليات القوة الجوية من مدير العمليات أن في حوالي 70 طائرة تتقدم نحو الكويت، والآن عليكم بإقلاع الطائرات. إحنا عندنا طائرات الإقلاع الفوري، هاي طائرات الإقلاع الفوري هي طائرات مذخرة خلال طوال السنة، يعني سواء كانت إجازة سواء كان عيد سواء كله دائما خفارة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع موجودة، سواء حالة حرب أو حالة سلم. هذه موجودة صار لها سنوات، يعني موجود بنظام إحنا نسميه QRA اللي هو Quick Reaction Alert. فأعطينا الأمر، أعطيت الأمر للطيارين بالإقلاع. بالفعل 4:45 أقلعت أول طيارتين، بعدها بعشر دقائق أقلعت طيارتين ثانيين. أقلعت للتصدي للسبعين طيارة القادمة؟ أي نعم. طائرات طبعاً السبعين معظمها ذاك الوقت كان هليكوبترات، يعني هليكوبترات بعضها متجه صوب قصر دسمان. حظنا زين إنه طبعاً عندنا كان سرية اقتحامية لسرية دفاع جوي من سرايا الهوك يسمونها AFU Assault Forward Unit. هذه السرية كانت موجودة في فيلكة، جزيرة فيلكة، وبالفعل استطاعت التعامل مع مجموعة من الطائرات اللي كانت متجهة لمدينة الكويت ومتجهة إلى قصر دسمان. طياريننا إحنا طيارين الميراج بدأوا يتعاملون مع طائرات وأسقطوا طائرات الهليكوبتر الموجودة. هذا الكلام تقريبا الساعة 4. 5:30 هجمت القاعدة، 5:30 صباحا من يوم 2 أغسطس ضربت القاعدة. أول شيء طبعا الممر الرئيسي والممر الفرعي ومجموعة من المباني اللي احنا تعجبنا، ما كانت مباني مهمه لماذا ضربت، يعني مثلا احد الاشياء اللي ضربت اتذكر انه كنا نضحك عليها اللي هي موقع لسبق الطائرات، سبق طائرات وسبق السيارات. ممكن الضرب كان عشوائي ابو هشام للتخويف للترهيب، ما تدري بالضبط شو اللي حصل، لكن الممر والممر الرئيسي والممر الفرعي كان مقصود لانهم عطلوا الممر. الطائرات كانت عندنا طائره، فاضطريت انا اتصل مركز العمليات الرئيسي نقول لهم وين ودي الطيارات؟ الطيارات طايرة. كان يقول خلها تنزل في قاعدة أحمد الجابر الجوية. فبلغنا الطيارين روحوا قاعدة أحمد الجابر الجوية. لكن اللي حصل أن قاعدة أحمد الجابر أوريدي مقصوفة كانت. فاتصلوا فينا قالوا أن القاعدة مقصوفة ما يقدر ننزل لأن الممر أيضا يعني قصف. فبلغناهم عن طريق مركز العمليات الرئيسي الاتجاه إلى مطار الكويت. راحوا مطار الكويت قالوا أيضا مطار الكويت مقصوف وفي قوات عراقية أوردي محتلة، دبابات عراقية موجودة هناك. فطبعا كان في اتصال أنا مع مديرية العمليات أو مركز العمليات الرئيسي اللي موجود في القوة الجوية، وبلغونا خلي يقادرون الطائرات إلى الظهران والبحرين. وبالفعل قادروا إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية
في الظهران في المملكة العربية السعودية، وبعض الطائرات قادرت ونزلت في البحرين. طبعا هذا الكلام كله خلال فترة قصيرة، يعني فترة خلال ساعات، يعني خلال ساعات اللي حصل. بعدها كان في فترة اللي هي هدوء نوعا ما، وكنا نحاول نشوف شنو قاعد يصير، لكن الفكرة ما كانت واضحة. حتى باتصالنا على مركز العمليات الرئيسي كان الأهم نفسهم ما كانت بالنسبة لهم الصورة واضحة. قالوا أن كان ذاك الوقت سمو الشيخ نواف وزير الدفاع كان موجود في مركز العمليات الرئيسي، وكان موجود رئيس الأركان في ذاك الوقت ونائبه كانوا موجودين عندهم، فبلغونا أن الآن القوات العراقية قد تتقدم حتى احتمال تحتل مركز العمليات، وأنتوا الآن خلكم قيادة ذاتية. قيادة ذاتية في الجيش. بس أنا ما ودي أقطعك، بس يعني سمو ولي العهد حاليا الشيخ نواف الأحمد كان وزير الدفاع آنذاك. نعم. وكان موجود في العمليات. نعم. ما كان موجود في قصر دسمان. لا لا، كان شوف، هو الشيخ سعد أساسا كان موجود في رئاسة الأركان في صباح 2/8. لما بدأت القوات العراقية تتقدم وصلت إلى صليبخات إلى دوار العظام، هني طلب منه أن يغادر. فبالفعل غادر إلى قصر دسمان وأخذ صاحب السمو الشيخ جابر رحمه الله، قادروا دسمان قبل وصول القوات العراقية. والشيخ نواف؟ الشيخ نواف راح مركز العمليات الرئيسي اللي هو مع القوة الجوية. لما راح هناك ظل الساعة 3 و4 العصر. الساعة 4 العصر بدأت طلائع القوات العراقية توصل إلى صبحان، فيعني طلب منه مقادرة. بالفعل قادر هو، هذا الحكي يوم الخميس. يوم الخميس، نعم، العصر يوم الخميس. فقادر هو المركز العمليات الرئيسي، وايضا ضباط الموجودين كلهم قادروا، لان خايفين كانوا ان العراقيين يقبضون عليهم هناك. فاتصلوا فينا العصر قالوا احنا مقادرين، انتم الان امامكم قياده ذاتيه. القياده الذاتيه بالجيش انك انت مسؤول عن نفسك، يعني انت اللي تقود القاعده، ما عندك اتصال في قيادتك مباشر. في الحاله هذه الساعه 5 وايضا 5:30 ضربت القاعده مره اخرى. هالمره ضربوا اماكن اخرى، وضربوا حتى احنا كنا قاعدين اتذكر في مركز العمليات الرئيسي للقاعدة علي السالم الجوية تحت الأرض، اهتز الأرض لأنها ضربوا قنبلة سكرت التهوية، مركز التهوية في مركز العمليات، وإحنا توقعنا أن راح ينهار علينا، لكن استمرينا. في الليل كنا نسمع أصوات، فكنت أتصل في ضابط الأمن وأسئله عشان يقول أن في قوات عراقية محيطة بالقاعدة. طبعا هذا الكلام صار موجود لمن صباح يوم الجمعة، يوم الجمعة 3/8 الساعة 9 الصبح في طائرة هليكوبتر عراقية كان فيها ضابط برتبة عقيد من الحرس الجمهوري، وقف على بوابة القاعدة ونزل وطلب من بوابة القاعدة أن يكلمني أنا. كلمت أنا، كان يقول لي استسلموا. طبعا إحنا في ذاك الوقت خلاص يعني انتهى الوضع، يعني قيادتنا راحت، قاعدة مطوقة. حتى أنا اتصلت قبلها في القوة البرية، كان اللي هو سالم مسعود كان آمر القوة البرية، عفوا كان ذاك الوقت آمر اللي هو 35، طلبت مساعدة يساعدنا، قال لي احنا انا مشتبك ما اقدر اساعدك. صحيح. يعني كان مشتبك هو معركة الجسور. فالنتيجة انه قلت له اوكي احنا راح نستسلم، بس هل تضمن لي سلامة رجالي؟ على قولته قال بشرفي العسكري راح اضمن لك سلامتك. فدخلوا القاعدة، و طبعا طلب منا ان نجمع الضباط كلهم في مركز في نادي الضباط. بالفعل جمعنا كل الضباط القاعده في نادي الضباط، والعسكريين جمعناهم في نادي صف الضباط، واخذونا بباصات ودونا حق مركز عملياتهم الموجود في مركز مطافي صليبخات. مركز مطافي صليبخات اللي موجود ورا كم ضابط كنتوا ابو هشام؟ كل الموجودين في القاعدة تقريبا، ما أتذكر الرقم، لكن كل الموجودين في القاعدة، لأن بعض الناس كانوا إجازات، وكان بعض الناس موجودين يعني مو موجودين في القاعدة، فبحدود يمكن بحدود 170 ضابط ما أتذكر بالضبط. تقريبا تم أسرك في نفس هذا اليوم. نعم. يوم الجمعة. نعم. يعني في يوم الجمعة إحنا لما دخل هذا الضابط العراقي أسرنا وركبونا باصات ودونا مثل ما قلت لك ودونا حق مركز مطافي صليبخات اللي موجود ورا سينما صليبخات. طبعا هي راحت سينما صليبخات بس كانت موجوده في ذاك الوقت، فودونا هناك، ومن هناك طبعا ربطوا ايدنا حطونا في باصات وانقلونا الى البصره عن طريق ام قصر والبصره. بدات رحله الاسر اللي ما استمرت 8 اشهر. فتره الاسر كامله، فتره او فتره الغزو كامله قضيتوها في الاسر ابو هشام؟ اي نعم، كانت مقسمه الى اقسام، يعني احنا اخذونا اول شيء البصره،
وخذونا بعدين نفس اليوم من البصرة في قطار ودونا بغداد. قعدنا شهر كامل في معسكر الرشيد خلال شهر أغسطس كامل أغسطس 1990 في معسكر الرشيد. بعدين نقلنا أيضا بالقطار في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر 1990 إلى الموصل. ظلينا في الموصل 3 أشهر. تعرضوا للتعذيب؟ لا ما تعرضنا للتعذيب، بس طبعا وجود كان الأكل بحد ذاته تعذيب يعني. كان مجرد أكل سيء للغاية، وكان شوربة عدس وصمون، وكان يعني أكل سيء للغاية. في نفس الوقت ما كان عندنا ملابس، كنا ملابس صيفية. لما انتقلنا حق الموصل قعدنا 3 أشهر هناك ما عندنا ملابس، والموصل كانت باردة. فبالفعل لما بدينا نستمرض وهم عندهم مبدأ أن ينقلونك من معسكر لمعسكر كل 3 أشهر عشان لا تسوي صداقات مع الحرس. فانقلونا في تقريبا نوفمبر 1990 إلى بعقوبة. بعقوبة كان معسكر اسمه معسكر الحرس الجمهوري 101. قعدنا فيه لمن يناير تقريبا في يوم يناير ضربة الجوية، كان المفروض ينقلونا إلى الرمادي، معسكر الرمادي. لكن اللي حصل لما صارت الضربة الجوية انقطعت كل الاتصالات، انقطعت التلفونات، بدوا يعني ارتبكوا بطريقة غريبة، خلونا قاعدين بعقوبة لمن نهاية الحرب تقريبا بشهر لما جانا الصليب الأحمر. يعني هاي الرحلة تقريبا استمرت حوالي 8 أشهر. عسى الله يحفظ الكويت يا رب العالمين، وعساها هذه أو مشابهة أو أي مشابهة لنفس هذا الأمر لا يعود يا رب العالمين، ونحفظ دولة الكويت. احنا متواصلين بكل تأكيد بو هشام، ومتواصلين معاكم مشاهدينا الكرام مع ضيفي الكريم. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم وبرنامج إسراي، وأجدد ترحب فيكم أكيد، وترحب موصولة لضيفي الكريم اللواء ركن متقاعد طيار وقائد القوة الجوية الأسبق صابر محمد السودان أبو هشام. يعني في قبل الفاصل تكلمنا عن مرحلة الغزو وفترة الغزو وما حدث لكم في أول يوم وثاني يوم الغزو وبعد الأسر اللي قضيت فيها 8 أشهر تقريبا في العراق في الأسر. ولكن نرجع إلى التواصل، هل كان في تواصل بينكم خلال هذه خلال فترة الأسر مع دولة الكويت، مع بعض القيادات، مع أهلكم، ولا كان التواصل ضعيف جدا؟ شوف، في الفترة اللي كانت من أغسطس لمن ديسمبر هذه الفترة ما كان في تواصل صفر بالمرة. لكن لسبب غير معروف في ديسمبر فتحوا العراقيين الزيارات لنا، فكان فينا اتصال مع يعني شخص يعني نكون له كل احترام ونكون له كل مودة. وهذا الرجل كان له دور كبير في المقاومة، اللي هو المرحوم اللي هو محمد البدر رحمه الله، توفى قبل أسبوعين تقريبا. فهذا الرجل يعني استطعنا نوصل له أسماءنا، لأن لما فتحوا الزيارات كان عندنا زميل من الشرطة اسمه مساعد المشعان، كان بالصدفة أخوه الصغير كان وياه في العبدلي. فلما دخلوا العراق، لما دخلوا العراقيين خذوهم، فحاول يقول لهم ان هذا ولد صغير عمره 14 سنه ما له شغل، مو عسكري مو كذا، لكن اصروا على اساس انه ياخذونه. فلما اخذوه قدرنا احنا نحاول نقنعهم ان هالولد ما له شغل خله يرجع. فلما فتحت الزيارات وافقوا انه يرجع، فاستطعنا ان نهرب ويا جميع اسماءنا الموجوده، واستطعنا ان نكون في تواصل بيننا وبين الفريق محمد البدر رحمه الله، اللي بدا يوصل الى قيادتنا في الطائف والقياده السياسيه الموجوده بالطائف اسماء كافه الموجودين في المعسكر بعقوبه. ذاك الوقت كنا 600 تقريبا 680 ضابط، وصلهم الى القياده هناك. وايضا استطاع ان يبعث لنا فلوس. يعني تصور احنا كنا في الاسر وهو موجود في الكويت المحتله، هذا الرجل استطاع ان يبعث لنا كميه كبيره من الفلوس اللي استطعنا نشتري فيها يعني الكثير من الأغذية، لأن إحنا كنا متوقعين إن لما تصير الحرب كل شيء ينقطع، كل شيء راح ينقطع، وهذا اللي حصل. يعني تصور إن العراقيين نفسهم الحرس لما صارت الحرب بدأوا يأكلون يانا من الأكل المخزن عندنا، لأن إحنا الفلوس اللي أرسلها لنا الفريق محمد رحمه الله استطعنا إن نقنعهم نشتري من سوقهم في سوق بعقوبة الكثير من المعدات والأكل. بوشام، أسرتك شلون كم انقطعت عنهم؟ لما ديسمبر ما كانت انا زوجتي في ذاك الوقت وما كانت تدري اني انا اسير، كانت تعتقد اني انا يا اما اني ميت
يا اما اني انا موجود في السعوديه مع هذا. لكن في الفتره الثلاث اشهر او اربع اشهر اللي ما يالها اي شيء يعني كانت تتوقع الأسوأ الى ان استطعت انا طبعا ان اوصل رسائل الى زوجتي اني انا موجود اسير وانا موجود في بغداد. شعورهم هشام بعد التحرير وبعد الفرحه وبعد العوده، واكيد استذكرتوا هذا الامر ومرحلة الثلاث شهور، شلون عدت عليها وشنو كانت وشلون تلقت الخبر خبر انك موجود على قيد الحياة؟ والله شوف يعني هي كانت موجودة هني بالكويت وكان اطفالي في ذاك الوقت صغار في السن وما قصروا الكثير من الاخوة سواء كانوا العسكريين على رأسهم يعني اذكر بالذات الفريق محمد البدر الشيخ علي السالم يعني علي سالم العلي يعني قاموا بالكثير لي يعني مساعدة لأن زوجتي كانت بروحها هني مع أطفال صغار في السن، فهذا ما قصروا بتاتا يعني ساعدوا زوجتي والحمد لله استطاعت أن تتعايش مع الوضع. لكن في المقابل كانت فرحتها كبيرة لما جاتها أول رسالة أني أنا لا أزال يعني حي موجود في بغداد. فهذا اللي حصل. وطبعا كنا نتذكرها عقب التحرير لأن أنا رجعت عقب التحرير بشهر تقريبا مع الصليب الأحمر لما رجعونا، وكنا يعني نتذكر الرسائل هذه اللي محتفظ فيها كتذكار يعني. يعني ابو هشام المحاور كثيرة جدا معاك، ولكن انا بستعرض يعني هذه الهدية اللي تلقيتها من قائد القوة الجوية الامريكية ودنا نتكلم عنها وعن هالإصلاح الاثري. هذا طبعا مسدس اثري يعود الى 200 سنة تقريبا يستخدم كان في الحرب الاهلية الامريكية. هو طبعا مسدس حتى تلقيمه كان يعني لو تلاحظ كان في رصاص من هالنوع. هذا الرصاص كان يوضع هني وبعدين يؤخذ البارود ويوضع بالطريقة هذه وبعدين يطلق. هذا المسدس طبعا أثري. فأنا في سنة 97 استضفت قائد القوة الجوية الأمريكية، فكان موجود هني بالكويت، كان في أثناء القوات الأمريكية موجودة في الكويت ذاك الوقت في عملية مراقبة خط الشمال والجنوب في العراق. استضفته عندي في البيت فقدمت له هدية، فهو كان مستانس جدا من الهدية هذه. وعقب ما راح أمريكا فوجئت أنه أرسل لي المسدس هذا وقال لي هذا المسدس ترى أثري يمكن 200 سنة وهذا لك، وأنا محتفظ فيه صار لحين 20 سنة. يعني أبو هشام لك تصريح لربما كان غريب عند إطلاق هذا التصريح أنك تطالب بالتجنيد الإلزامي ولكن وفق يعني القانون الإسرائيلي، ودنا نفهم هالمعنى أول شيء وهذا التصريح وكيف قوبل وكيف ردة الفعل. شوف أنا طبعا يعني الفترة اللي كنت أنا موجود فيها في الخدمة كان موجودين مجندين وكان نظام التجنيد يعني ما استخدم باستخدام جيد لأنه كان فوتوكوبي من نظام دولة أخرى كان نظام سوري وكان طبعا تدري النظام السوري لا يناسبنا. هذا واحد. اثنين، لما أقول أنا النظام الإسرائيلي أيضا النظام الإسرائيلي فوتوكوبي من وين؟ من النظام السويسري. أنا قاعد أتكلم أقول إنه سواء كان سويسري أو سواء كان إسرائيلي أنا أعتقد إن هذا النظام هو الأفضل لنا. ليش؟ لأن النظام السويسري يأخذ بعين الاعتبار إنه دولة صغيرة عدد السكان قليلين محاطة بدول كبيرة وأيضا دولة محايدة، فكيف استطاعت خلال 500 سنة أن تحافظ على حيادها باستخدام نظام تجنيد إلزامي مختلف تماما عن النظم الأخرى؟ أنا أعتقد إنه يمكن هذا النظام، إذا كان في حساسية أني أنا أقول النظام الإسرائيلي راح أقول النظام سويسري لأن سويسري. إسرائيل أيضا ماخذتها من سويسرا يعني سويسرا كان طبقتها سواء 500 سنة قبل وجود إسرائيل. طيب حاليا سويسري. حاليا هل محتاجين إلى التجنيد الإلزامي وفق القانون أو النظام السويسري أو لا؟ أنا أعتقد أننا محتاجين حسب النظام السويسري يعني لأن النظام السويسري لاحظ أن المرأة جزء كبير منه يعني وأنا أعتقد أن مو شرط أن المرأة تكون في وحدات قتالية لكن قد تكون في وحدات إدارية قد تكون في الطبابة مثلا. هذه الوحدات الإدارية والطبابة يمكن تكون فيها المرأة في البداية ثم يتطور حسب وضع المجتمع فيما بعد، لكن المطلوب أن نبدأ في نظام التجنيد حسب نظام يفيد الجيش الكويتي ولا يسيء للجيش الكويتي ويفيد البلد ولا يحل. يعني شوف مثلا نظام السويسري ما يخلي لك مجند لمدة سنة كاملة. نظام السويسري 3 أسابيع كاب. بس التدريب 90 يوم فقط البداية وليس سنة سنتين يعني. هذا كمثال. يا أبو هشام يعني إلى أي مدى ترى أن دولة الكويت استفادت من دروس الغزو؟
أنا أتكلم لك من الناحية العسكرية مثلاً، طبعاً من الناحية المدنية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، في ناس آخرين متخصصين فيها. متخصصين في من الناحية العسكرية. من الناحية العسكرية وخصوصاً بالطيران، لأن هذا مجال عملي أنا. بالطيران أول شيء استفدنا من كافة الترتيبات اللي صارت أثناء عملية الحشد اللي هي قبل الحرب وعملية عاصفة الصحراء، يعني عملية درع الصحراء في مرحلة الحشد وعملية عاصفة الصحراء في الحرب كان فيها دروس كثيرة. فبالفعل القوة الجوية الكويتية كونها موجودة في قلب الحدث، لأن كان عندنا لاحظ أن عندنا أسراب سكاي هوك وأسراب ميراج وأسراب طائرات هليكوبتر كلها شاركت في هذه الحرب، فاستفادوا من كونهم يعني كانوا يقاتلون مع الحلفاء في نظام يختلف تماما عما كانوا يتعودون عليه في السابق. أيضا بعد نهاية الحرب بدينا يعني نستوحب أو بدينا نطلب معدات حديثة للقاية، بدينا نحاول أن نركز على أشياء ما كانت موجودة في السابق، على ذخائر جديدة مثلا ذخائر سمارت ويبونز، على أشياء كثيرة ما كانت موجودة في السابق، يعني هذه كلها دروس مستفادة. إضافة لذلك بدينا نطور عملياتنا، بدينا نحاول أن نحاول نسوي أكبر عدد من التمارين مع الحلفاء عشان نستفيد من خبرتهم في هذا المجال. فأنا أعتقد أن يعني هذه الخبرة التراكمية الكبيرة اللي صارت كلها بسبب قتالنا مع الحلفاء في عاصفة الصحراء. يعني أبو هشام حصلت على العديد من الهدايا التذكارية والكثير من الأوسمة العسكرية اللي قاعد نشوفها الحين مع عبر الشاشة، ودنا نتكلم عنها أبو هشام ابتداء من اليمين. نعم طبعا أنا أول شيء حصلت على وسام موجود في الولايات المتحدة الأمريكية للضباط الأجانب. هذا الوسام طبعا أعطي لي أثناء زيارتي دعوتي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، وهو وسام يعطى فقط للخدمات الكبيرة اللي ممكن تقدم للقوة الجوية الأمريكية. وإحنا طبعا كنا في الفترة هذه بعد التحرير قدمنا الكثير من الخدمات للقوة الجوية الأمريكية كونهم كانوا موجودين في القواعد عندنا، موجودين استضفناهم أثناء الفترة من عام 1991 حتى 2003. في الفترة هذه كلها كان القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في القواعد الجوية الكويتية وكنا نقدم لهم خدمة كاملة. فأهما طبعا بناء على ذلك دعوني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وقدم لي هذا الوسام اللي هو يعتبر أرفع وسام يقدم لضابط أجنبي خارج الوحدات الأمريكية. الوسام الثاني هذا طبعا خذيته أنا غريبة، قصة غريبة، بعد التقاعد. بعد التقاعد. اللي حصل إنه في شهر سبتمبر الماضي القوات التشيكية اللي قاتلت في الكويت كانت بتحتفل بمرور 25 سنة على تحرير الكويت كونها شاركت في الحرب، فقدمت دعوة إلى معالي وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح على أساس إنه تبي ضباط يحضرون الاحتفال، يكون الاحتفال في التشيك. الضباط اللي كانوا مشاركين في فترة التحرير. تبي ضباط نوعين. تبي ضباط متقاعدين وتبي ضباط بالخدمة. فبالفعل معالي الوزير ما قصر، رشحني أنا مع مجموعة من الضباط، فرحنا براق حضرنا الاحتفال الضخم اللي قاموه بمناسبة مرور 25 سنة على مشاركتهم في تحرير الكويت. فأعطيت هذا الوسام مشكورا يعني من القوات من الجيش التشيكي. أبو هشام هل من مذكرات قد نراها ترى النور قريبا؟ ما أعتقد أنا، يعني أول شيء أنا ما أقع ضمن هذه الفئة اللي تؤلف لي مذكرات، لأن يعني هذه طبعا الفئة هي يا أما رؤساء يا أما وأنت كنت قائد يعني. لا بس أنا أعتقد وعاصرت فترة مهمة وحقبة مهمة، يعني فترة الغزو ممكن بحد ذاتها بتفاصيلها ممكن إحنا أخذناها على عجالة أبو هشام، ولكن أكيد في تفاصيل أكثر وأكثر وشرح أكثر وأكثر. شوف أنا يعني ساهمت في شغلة أفتخر فيها، شغلتين أفتخر فيها، اللي هي ساهمت في أن أول شيء أقيم متحف لتاريخ القوة الجوية، هذا اللي طبعا على مدى 4 سنوات اشتغلت أنا فيه مع مجموعة من الزملاء واستطعنا أن نفتتحه. معالي وزير الدفاع السابق الشيخ سالم الصباح افتتحه في عام 1997، وكان يضم كافة الطائرات ووسائل الدفاع الجوي اللي استخدمتها القوة الجوية خلال 40 سنة. هذا طبعا أنا أفتخر فيه لأنه كان نوع من التوثيق للتاريخ. أيضا ساهمت في كتابين، كان معي زميل اللي هو الدكتور ظافر العجمي، ساهمنا في كتابين. كتاب الأول اللي هو تاريخ القوة الجوية على مدى 40 سنة من عام 1953 إلى عام 1993،
وأيضا تاريخ الجيش الكويتي. هذا الكتاب تاريخ الجيش الكويتي هو توثيق لمرحلة 50 سنة من تاريخ الجيش الكويتي من عام 1949 إلى عام 2000. فخلال 50 سنة هذه كلها استطعنا نقدم كتاب. اكتفيت بهذا الشيء؟ أنا أعتقد أن يعني هذا الآن يمكن دور الأجيال الجديدة أن يكملون بعد 2000. الله يعطيك الصحة والعافية، ومثل ما قلت لك قبل شيء المحاور كثيرة والحوار جدا ممتع وشيق معك، ولكن وصلنا للختام. أبو هشام، هل من كلمة أخيرة؟ أول شيء أشكركم على يعني دعوتكم ودعوتي أنا لهذا اللقاء، وأتمنى أن الأجيال المستقبلية يكونوا استفادوا من الأشياء اللي أنا قلتها، لأن إحنا جينا الآن خلاص الآن دور أجيال المستقبل، أجيال الشابة الجديدة. وفي نفس الوقت يعني أتمنى أن الكويت، أن أرى الكويت مستقرة سياسيا. آمين يا رب. لأن إحنا ما ودنا نشوف الكويت غير مستقرة سياسيا، لأن قاعد نلاحظ إحنا في بعض أحيانا في بعض الأحداث اللي تصير مي هي لصالح وطننا. وأنا أتمنى وأكرر حق الجميع وخاصة الشباب أعضاء مجلس الأمة والجميع الموجودين في الكويت، أن الكويت دائما هي المهمة، وابتعدوا عن أي شيء يضر الكويت أو أي شيء آخر ممكن يكون يسيء للكويت. كل الشكر وتقدير مشاهدينا الكرام لضيفي الكريم اللواء ركن طيار متقاعد وقائد القوة الجوية الأسبق اللواء صابر محمد السويدان أبو هشام، استضافنا في بيته العامر، ووصلنا معكم إلى الختام بكل تأكيد. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، ومع السلامة.